كاين عندنا بزاف القصص اللي قرينا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعين الجيل وحده تبع وحده. ولا دابا غادي نبدا معكم بواحد القصه الاولانيه، قصه ديال سيدنا يوسف عليه السلام. اش من طرا سيدنا يوسف عليه السلام؟ راه دخل عند مر فرعون وتهمته بالبطل، لو قبطت عليه بقميصه من ورائه